حصيلة حوادث المرور لشهر جويليا الفارط، سجلت مصالح الدرك الوطني وفاة 257 شخصا وأكثر من 1000 جريح، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد الضحايا ب 83 قتيل مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021. تم تسجيل عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني 708 حادث مرور خلفت 257 قتيل و1240 جريح، على الرغم من تسجيل عدة حوادث مرور خطيرة خلال هذا الشهر، إلا أن هذه الحصيلة تبقى منخفضة عن شهر جويلية لسنة 2021، حيث انخفضت ب 61 حادث مرور، وكذلك انخفضت ب 83 قتيل، مع انخفاض في عدد الجرحى ب 65 جريح. كان هذا الانخفاض نتيجة وضع مخططات عمل استعجالية من طرف وحدات الدرك الوطني، وكذلك تكثيف المراقبة المرورية والميدانية على مستوى شبكة الطرقات الرئيسية والثانوية.